السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نتابع بعون الله تعالى الحديث عن تصميم جدران القص أو الجدران الإنشائية المسلحة بواسطة برنامج الإيتابس وحسب متطلبات الكود الأمريكي ACI 318-14. في المقطع السابق قمت بالحديث بشكل نظري عن الطرق المتاحة في برنامج الإيتابس وعن الإجراءات اللازمة لتصميم جدران القص. ككونكلوجنز أو لنقل خلاصة لما تم عرضه في المقطع السابق، نستطيع أن نقول أن الإجراءات اللازمة لتصميم جدران القص في برنامج الإيت أوس، نحن بحاجة لتصميم الفليكشر ديزاين أو تسليح الانعطاف أو البندينج، هو للشير ديزاين وهو تسليح القص، والباوندري إليمنتس ديزاين كمتطلب لجدران القص الخاصة. في حال الشير ديزاين أنا لدي حالتين، إما أن أقوم أو بالأحرى لدي خيارين، إما أن أقوم بتصميم جدران القص على أنها عادية ordinary، وبالتالي لا أعتبر التصميم الزلزالي، وبالتالي تكون نون سايزميك، او انني وهذا موجود في التشابتر 11 في الاي سي اي، او انني استطيع ان اختار الخيار سايزميك يس، وبالتالي هنا انا اكون في حالة تصميم السبيشال ار سي ستراكتشرال وولز. الباوندري إليمنت ديزاين هي متطلب لجدران القص الخاصة، وهناك طريقتين في تم طرحهما في الكود الأمريكي لحساب طول الباوندري إليمنت. هي طريقة تعتمد على الديسبليسمنت بيس ديزاين، وطريقة أخرى تعتمد على الستريسز كما سيرد لاحقا. أيضا ربما في هذا المقطع على حسب طول المقطع أو في مقطع لاحق، سأقوم بمقارنة نتائج الإيتابس مع نتائج الحل اليدوي بواسطة شيت إكسل أو ورقة إكسل مبسطة للتأكد من صحة استخدام الإيتابس للمعادلات الواردة في البرنامج أو للمعادلات الواردة في الكود الأمريكي ACI 318-14. إذا لتوضيح كيفية التطبيق أو كيفية الحل بواسطة الطرق الثلاث على برنامج الإيتابس، أذهب مباشرة إلى البرنامج. هذا هو النموذج الذي أعمل عليه منذ بداية المقاطع، وهو كما ذكرت سابقا هو مثال موجود في كتاب ديناميك المنشآت للدكتور مهندس محمد سمارة. لتصميم جدران القص بالطريقة المبسطة، أقوم بما يلي: أختار الجدران، وهنا أنا لدي خيار أن أختار كافة الجدران أو أختار جدران معينة أريد تصميمها. سأختار كافة الجدران في حالتي وأضغط Close وDisplay، لا عفوا، وديزاين شير وول ديزاين فيو ريفايز بريفرنسز من أجل اختيار الكود. اخترت الكود الأمريكي، مادة التسليح أو مادة الفولاذ المستخدم لكلا الفولاذين لكلا التسليحين أو الفولاذين أو الستيل الطولي والعرضي هي نفس المادة، تسليح عالي المقاومة. الـ importance factor هو 1، والـ CD وهو معامل تضخيم الانتقالات يتم استخدامه في حال أننا نعتمد على طريقة الـ displacement based لحساب طول العنصر عنصر التطبيق، وهي تتبع لنوع الجملة الإنشائية. دعونا نشاهد من الجدول الخاص بهذا المعامل من الـ ASCE 716. هذا هو الجدول،
هو التابل 12 2 1 design coefficients and factors for seismic force resisting systems. هذه قيم deflection amplification factor CD, وهي تتبع كما ذكرت لنوع الجملة الإنشائية. أنا لدي a dual system with special moment frames capable of resisting at least 25% of prescribed seismic forces. موجود معها إما special reinforced concrete shear walls, وفي هذه الحالة تكون القيمة 5.5, أو أنها ordinary في هذه الحالة ordinary reinforced concrete shear walls, وفي هذه الحالة تكون قيمة CD 5. أنا سأعتمد على القيمة 5.5. وهنا أود أن أنوه لنقطتين. هنا ذكر الكود أن العناصر الإطارية أو الإطارات يجب أن تكون قادرة على حمل 25% من القوة أو القص القاعدي, وهذا نلاحظه بصراحة في حال أن الإطارات خاصة أو أنها عادية. هنا هذه حالة الإطارات الانترميديت, عفوا المتوسطة, فإننا بحاجة لتصميم العناصر الإطارية أو بالأحرى الأعمدة لتقاوم قوة 25% من قوة القص الناتجة, حتى ولو كانت الجدران تأخذ 100% أو فوق 75% من حتى لو كانت 100%, فيفرض علينا الكود, وهذا شرط موجود كان في اليو بي سي بصراحة. سبب هذا الشرط هو أننا لكي نمنع الانهيار الكلي للبناء, فإذا انهارت الجدران ولم يكن هناك أعمدة قادرة على تحمل جزء من قوة القص, فإن البناء سينهار كليا. لذلك تم وضع هذا الاشتراط, وهو كما ذكرت سابقا موجود في اليو بي سي كان, والآن والآن تم إدراجه أيضا في الـ ASCE 716. هذا بالنسبة لل هذا بالنسبة للسي دي. وهنا لكل وهنا نلاحظ أيضا أنني إن كنت أتبع طريقة الـ ASCE بشكل كامل, فإنني يجب أن أختار أيضا الـ Response Modification Coefficient R من هذا الجدول, ولكن أنا بما أنني حاليا أحل حسب ما هو مذكور في الكتاب, ففي الكتاب تم اختيار القيمة 8.5 حسب اليو بي سي, فأنا اخترتها 8 عفوا فأنا اخترتها 8.5 أيضا حسب الكتاب ليتماشى حلي مع الحل الكتاب. ولكن لاحقا سأقوم بإذن الله بحساب قوة القص أو بتوضيح كيفية حساب قوة القص بواسطة طريقة الـ ASCE, وربما أيضا أقارنها مع طريقة الـ UBC. إذن كخلاصة, الـ CD سأعتبرها 5.5, سأعتبرها 5.5 إن في حالتين, إن كان التصميم special reinforced concrete shear walls أو ordinary reinforced concrete shear walls, فأنا سأفترض قيمة لها مقدارها 5.5. سأبقي على القيمة default في البرنامج, ولاحقا سأقوم عندما أنتهي من الحديث بشكل كامل عن التصميم, سأقوم بحساب قوة القص أو إيضاح كيفية حساب قوة القص حسب الـ ASCE, وكيف وباختيار المعامل R coefficient الوارد في الـ ASCE وليس في الـ UBC. هذا ما يتعلق بالنسبة للـ CD. أعود إلى برنامج الـ ETAPS. الـ CD تكلمنا عنه, هذه معاملات تخفيض المقاومة في حال التنشن والكومبريشن, يهمني جدا في حال الشير والشير سايزميك 0.75 أو 0.75 و 0.66 في حال السايزميك شير. ولدي أيضا وسأوضح كيف يستخدم البرنامج هاتين القيمتين
في الحسابات لاحقا عندما أقارن مع الحل اليدوي. طيب، بالنسبة لنسب التسليح، أنا طالما أنني أحل من أو أستخدم النموذج الموجود في كتاب الدكتور محمد سمارة، فأدرجت القيم الواردة في الكود العربي السوري. بالنسبة للبي تي أو التسليح الأعظمي لعنصر الشد للعنصر المشدود الطرفي فهي 2.5%، وفي حالة ضغط أيضا 2.5%. القيمة العظمى للتسليح العناصر لمقطع الجدار هي أيضا 2.5%، المينيموم هي 2.5 بالألف. 0.95 5%، وهي عبارة عن إهمال 5% من طاقة تحمل الجدار من أجل وذلك لجانب الأمان. أضغط على OK وأذهب مرة أخرى إلى Design Shear Wall Design View Revise Peer Overrides. هل التصميم هو Seismic؟ Yes. وبالتالي أنا أصمم جدار قص خاص RC Special RC Structural Wall، وأطبق المعادلات الموجودة في Chapter Number 18 في الـ ACI. دعونا نلقي نظرة. هذا هو الـ ACI، وهذا هو الـ 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 وهذا هو الـ الفصل الخاص بجدران القص Special Structural Walls. طيب، أعود إلى الـ E-Tabs، أختار الطريقة لأنها Simplified، وأبقي كل شيء كما هو. أضغط على OK ثم أذهب إلى Design مرة أخرى، Shear Wall Design، Select Design Combinations. هذه هي تراكيب الأحمال التي قمت بتعريفها سابقا. أضغط على OK وأصمم. نستطيع من هنا Design Shear Wall Design Start Design Check، أو أستطيع كخيار آخر أن أضغط على هذه الأيقونة Start Design Check. قام بالتصميم. سأستعرض نتائج الجدار في الطابق الثالث على المحور G. الجدول الأول عبارة عن أبعاد الجدار وسماكته، الجدول الثاني هو عبارة عن الماتيريال بروبرتيز، والديزاين كود باراميترز هي معاملات تخفيض المقاومة، والاي بي ماكس والاي بي مينيمم. أيضا في هذا الجدول هنا هي بارامترات للجيومتري للجدار. بالنسبة للسمبليفايد تنشن اند كومبريشن، يقوم كما ذكرنا سابقا باعتبار الجدار هو جدار موجود في المستوي، وبالتالي يتحقق من القوة المحورية والعزم حول المحور الثالث، المحور المحلي الثالث. أعطانا الإيدج لينث، وهي طول التكثيف، وهو وقيمته 1.5 متر. الريبار اريا في حال التنشن هي 0، في حال الكومبريشن القيمة العظمى هي 151 سنتيمتر مربع، والإيدج لينث هي 1.5 متر. أيضا بالنسبة للشير ديزاين، أعطانا قيمة الشير الريبار شير المطلوبة، وهي 1500 مليمتر مربع لكل متر. وهنا الشير ديزاين كومبو البي يو والام يو والفي يو الفاي في سي والفاي في ان. وكما ذكرت سابقا سأوضح كيف تم حساب الفاي في سي باستخدام البي يو والام يو والفي يو وحسب معادلات الكود الامريكي، من اجل التأكد ان البرنامج يقوم بتطبيق المعادلات بشكل صحيح. طيب، المتطلب الأخير هو الـ Boundary Element Checks. هنا أعطاني ACI 21963. هذه ليست 29 وإن عفوا ليست 21 وإنما يجب أن تكون 18، ولكن أعتقد أنها خطأ في النسخة الموجودة لدي وهي النسخة 1701.
في النسخة 18 أظن أنه يعطي رقم الفصل بشكل صحيح وليس هناك أي مشاكل. طيب، هنا أعطانا الـ Edge Length الذي المطلوب، وهو طول التطبيق المطلوب، وهو عبارة عن 75 سنتيمتر. في حال كان هناك قيم مختلفة أعتبر القيمة الأكبر بينها. وهنا هذه الخلية وهذه الخلية هي ستريس وستريس ليمنت، وهي تشير إلى طريقة الستريسز في الـ ACI. هذا العمود وهذا العمود يشير إلى طريقة الـ displacement based design من أجل تقرير طول عنصر التطبيق. السي ليميت شرحت كيف يتم حسابها في المقطع السابق، نستطيع أن نلقي نظرة أيضا عليها. هذه السي هي ال دبليو مقسوم على 600 مضروب في 1.5 دلتا يو مقسوم على اتش دبليو، وهي طول ارتفاع الجدار. السي دي هي قيمتها 5.5، والاي هي 1 كما ذكرت سابقا. ثم يقوم باعتبار القيمة العظمى بين سي بين نصف سي وسي ناقص or minus 0.1 LW، وال LW هي طول الجدار. نتابع. إذا اعتبر سي نصف سي وهي 750 مليمتر، وهذه قيمة طول عنصر التطبيق. لنرى كيف نستطيع أن نوزع التسليح. أذهب إلى هنا. طيب، هذا مقطع للجدار بشكل عام. أنا لدي الـ Edge Length، يجب أن أوزع ضمنه التسليح الذي مقداره 151 سنتيمتر مربع. هذا التسليح 151 سنتيمتر مربع. أنا اخترت 26 تي 28 ضمن هذا الطول، ويجب أن أقوم بتطويق جزء منه. إذا من هذه النقطة إلى هذه النقطة الإج لينكث، أقوم بتوزيع 26 تي 28، وهي مساحة وهي تمثل مساحة تسليح قدرها 151 سنتيمتر مربع، وأطوق جزء منها مقداره 75 سنتيمتر مربع. الـ ASTB هي قيمة التسليح للعرض أو الترانسفيرس للعنصر التطويق الـ Boundary Element. قيمة هذا التسليح لا يعطيها برنامج الليتابس، وإنما يجب إجراء الحسابات خارج البرنامج، واتباع الاشتراطات الموجودة في الـ ACI 318-14 وتحديدا في المقطع في الفقرة 18 منه. دعونا نؤكد على هذه النقطة بالعودة إلى Help برنامج الـ ETABS. هنا Transverse Reinforcement for Boundary Elements، هنا ذكر لنا where special boundary elements are required by ACI sections 18.10.6.2 or 18.10.6.3. The wall boundary elements need the total cross-sectional area of the rectangular hoop reinforcement as follow. هذه كيف يتم كيف المعادلة اللازمة لحساب التسليح القص أو الترانسفيرس reinforcement لعنصر التطويق. يتابع في هيلب برنامج الإيتابس ويقول where special boundary elements are not required by ACI sections 18.10.6.2 or 21.9.6.3 and the longitudinal reinforcement ratio at the wall boundary element is greater than 400 divided by FY, the user should independently
satisfies the requirements of the of ACI sections, blah blah blah. في النهاية قال however the program doesn't calculate and report these values, the user should independently satisfy the requirements of the sections. خلاصة البرنامج لا يقوم بهذه الحسابات وإنما يجب أن نقوم بتحقيق هذه المتطلبات خارج البرنامج وهي هنا. منتعش عشرة ستة أربعة من الفقرة A حتى الفقرة H. هذه سأخصص لها مقطع مستقل من أجل الحديث على عن هذه المتطلبات من A حتى H. جيد. إذا نتابع. قمنا بتوزيع تسليح طولي AS longitudinal على العنصر الطرفي AD Edge length ومقداره 26 تي 28. الـ ASTB لا يعطيها الـ ETABS وإنما يجب تحقيقها خارج البرنامج وكما ذكرت سأقوم بتخصيص مقطع مستقل لها. لاحقا الـ ASLW تي 14 كل 20 سنتيمتر كيف حسبتها وهو التسليح اللازم لجسد الجدار لأنني من غير المنطقي أن أبقي جسد الجدار بلا تسليح لذلك اخترت القيمة الدنيا 2.5 بالألف و 2.5 بالألف من المساحة المتبقية من الجدار يعني هي طول الجدار مطروح منه طول العنصرين الطرفيين الـ Edge Length ومضروب بسماكة الجدار فتكون النتيجة 67.5 سنتيمتر مربع وزعها على الطول المتبقي فتكون تي 14 كل 20 سنتيمتر. بالنسبة لتسليح القص هذه التسليح الأفقي وليس التسليح الطولي التسليح الأفقي AST Transverse للويب أعطاني 1500 ملم مربع للوجهين أقسمها على 2 فتكون 750 وأختار قطر 12 وأقسم على مساحته فينتج لدي أنا بحاجة إلى 6.6 ريبار أختار 7 فتكون الخطوة 14.2 أخترتها 15 وبالتالي تي 12 كل 15 سنتيمتر. إذا خلاصة لدي 26 تي 28 على إيدج لينكث موزعة يجب أن أطبق 75 سنتيمتر منها وأوزع أيضا في الويب تي 14 كل 20 وفي الويب أيضا كترانسفيرس رينفورسمنت تي 12 كل 15 سنتيمتر. الآن هذا كل شيء بالنسبة للطريقة سيمبليفايد وأنتقل مباشرة إلى الطريقة يونيفورم. طيب أذهب إلى ديزاين شير وول ديزاين. أنا لست بحاجة لأن أعدل أي شيء في هذه القائمة. الكود اخترته والريبار ماتيريال والريبار شير ماتيريال أيضا أبقيها كما هي والسي دي والآي وكل شيء. أضغط على أوكي وأذهب مرة أخرى إلى ديزاين وشير وول ديزاين وفي فيو ريفايز بير أوفررايتس أختار الطريقة لتكون يونيفورم. اخترت تي 14 تي 14 كل 20 سنتيمتر. هنا ظهر لدي خيار جديد وهو Check Compression Block Depth for Boundary Zone. أنا باستطاعتي أن أختار الخيار Yes أو الخيار No وذلك الاختيار بين الاختيار أي طريقة أود البرنامج أن يتبعها من أجل حساب طول عنصر التطويق. كما ذكرت هناك طريقتين الطريقة 18-10-6-2 والطريقة 18-10-6-3. الطريقة 18-10-6-2 هي طريقة displacement based وهذه مفضلة في حال
جدران القص الظفرية، وليس في المباني متعددة الطوابق. أما هذه 18/6/3 فهي مفضلة في حال المباني متعددة الطوابق، وهي طريقة الستريسز أو طريقة الإجهادات. طيب، طيب أضغط على أوكي. ديزاين، شير اول ديزاين، أتأكد من شير، سيلكت ديزاين كومبينيشنز، هذه الكومبينيشن، أضغط على أوكي وأذهب إلى هذه الأيقونة وستارت ديزاين. أستعرض نتائج التسليح. بالنسبة للفليكشر 112.5 سنتيمتر مربع، وهي والريكويرد ريانفورسمنت ريشيو هي 2.5 بالألف، والكرنت هي التي قمت بتعريفها، هو احتاج لتسليح أقل من القيمة التي قمت بتعريفها، هذه تي 14 كل 20 سنتيمتر، هي 2.8 بالألف. طيب، الشير ديزاين لم يختلف أيضا. الريبار المطلوبة هي 1500 ملم مربع في التوب والبوتوم. بالنسبة للباوندري إليمنت تشيك، تغيرت القيم، تغير طول العنصر الطرفي أو عنصر التطويق إج لينث ليصبح 1.4 متر. لماذا؟ لأن طول عنصر التطويق يتبع لقيمة التسليح الطولي. طيب، هذا هو الواحد فاصلة أربعة. أنا بحاجة لتطويق لعنصر تطويق بطول مقداره 1.4 متر. بالتالي كيف سيكون توزيع التسليح؟ ألقي نظرة. سأوزع في حسب اليونيفورم. أنا ليس لدي تسليح طولي على الإيدج لينث، وإنما يجب أن أحسب الـ ASTB، هذه تسليح القص الترانسفيرس ريانفورسمنت لعنصر التطويق. بالنسبة للويب أعطاني هو 2.5 بالألف كل 2.5 بالألف، وقيمتها 112 على ما أذكر. نعم، 112.5 سنتيمتر مربع، وبالتالي أنا بحاجة لتسليح تي 14 كل 20 سنتيمتر. تسليح القص لم يختلف، وإنما الاختلاف الوحيد أنني في الطريقة سيمبليفايد أنا بحاجة لخلق عنصر تطويق بطول قدره 75 سنتيمتر، وإنما هنا أنا بحاجة لخلق عنصر تطويق بمقدار 1.4 متر. وكما ذكرت وأعيد وأذكر أن الـ ASTB قيم التسليح القص لعنصر التطويق الترانسفيرس ريانفورسمنت، هذه الشناك اللي نقول، وهذه الاستيرب المغلقة، أنا بحاجة لحسابها خارج البرنامج في حال كمتطلب لجدران القص الخاصة السبيشال ستراكشرال وول، وذلك حسب التشابتر 18 في الكود الأمريكي. كما ذكرت سابقا، سأخصص مقطع مستقل لبيان كيفية حسابات هذا التسليح الـ ASTB أو الـ Transverse Boundary Reinforcement. هذه هي اليونيفورم. بالنسبة للجنرال بشكل مختصر وبدون أي إطالة، هي تجمع بين الطريقتين، فأنا أستطيع أن أقوم باستخدام السكشن ديزاينر أو برنامج السكشن ديزاينر المدمج في برنامج الإيتاوس أو الـ نعم المدمج في برنامج الإيتاوس من أجل رسم جدار القص. أقوم برسم جدار القص وأقوم بتعريف تسليح أنا أفرضه، وبالتالي أنا باستطاعتي أن وأن وبالتالي أنا باستطاعتي وبالتالي أنا باستطاعتي أن أعرف تسليح للعنصر الطرفي،
وتسليح العنصر التسليح الطولي كما أرغب، ويقوم البرنامج بالتحقق إذا كان هذا التسليح كافي أم لا. كيف أطبقه على برنامج الإيتابس؟ كما يلي: أذهب إلى Design، Shear Wall Design، Define General Pier Section، وأضغط Add. لدي خيار أو أنني أضيف جدار جديد أو أبدأ من جدار معرف سابقا. بما أنني أتحدث عن الطابق الثالث، أختار B2 و Story 3 Section Designer، فينقلني إلى المقطع الذي قمت بتعريفه مسبقا. أستطيع أن أعدل عليه وأرسم التسليح الذي أرغب وأضغط OK فيقوم بتعريفه. أنا تعرفته سابقا، هذا هو بير 1 Modify Section، هذا هو المقطع. أضغط Cancel Cancel Cancel. بعد أن قمنا بتعريف المقطع، أختار مثلا الطابق الثالث، الجدار في الطابق الثالث، وديزاين شير وول ديزاين، أساين بير سيكشن، جنرال رينفورسمنت، وأختار بير 1 كبوتوم وتوب. ويسألني هل تريدني أن أتحقق من التسليح أو أن أصمم التسليح. أستطيع أن أختار بين الخيارين وأضغط OK، ثم أقوم كما قمت باليونيفورم بتسليح بعملية الديزاين ستارت ديزاين تشيك. قبل أن أقوم بالديزاين، أستطيع أن أذهب إلى ديزاين أيضا وشير وول ديزاين وفيو ريفايز بريفرنسز، جنرال رينفورسمنت، بير 1 بير 1، التشيك ديزاين رينفورسمنت هو ديزاين. وكما في اليونيفورم، أنا أستطيع أن أختار الطريقة التي أود البرنامج أن يتبعها لحساب طول العنصر الطرفي. أضغط على OK ثم أقوم بعملية التصميم. فيعطيني النتائج كما في حال الطريقة، طريقة الجنرال. كما ذكرت، باستخدام هذه الطريقة باستطاعتنا أن نعرف تسليح معين للعنصر الطرفي وتسليح معين لجسد الجدار، وبالتالي نحن نستغل الطريقتين، الطريقة Simplified ويونيفورم بآن واحد، وباستطاعتنا بذلك تخفيض قيمة التسليح في جسد الجدار إلى قيمة أقل من T14×20 سنتيمتر. تقريبا هذا كل شيء عن الطرق أو كيفية تطبيق الطرق في برنامج الإيتابس. وفي حال وجود أي سؤال أو أي استفسار، ليس لدي مشكلة أن أوضحه في مقطع. في حال أن كانت أي نقطة خلال عملية التصميم غير واضحة، فممكن أن أجيب على التساؤلات إن كانت موجودة، إن كان هناك نقاط غامضة خلال عملية التطبيق على برنامج الإيتابس. بقي لدي المقارنة مع الحل اليدوي، وهذه لأن المقطع أصبح طويل نسبيا، سأخصص لها مقطع مستقل. سأقارن بين الفليكشر ديزاين والشير ديزاين والباوندري إليمنت ديزاين. والباوندري إليمنت ديزاين سنتحقق من القيم التي أعطاها البرنامج. طيب، هذه سأخصص لها مقطع مستقل، والسلام عليكم ورحمة الله.